مساء الخير واهلا وسهلا بالجميع لحلقه جديده من يوميات ستار اكاديمي. الليله رح نقوم بجوله على اخر اخبار طلاب الاكاديميه يلي تسجلت بالساعات الاخيره. البدايه مع لعبه الصراحه يلي جمعت الطلاب. خلينا نلعب شي لعبة انت. تعالي قلبي عقب جنبي. بدكم نلعب هيدا بوم بوم؟ تعالوا جنبي يا نسوة. لا طب بنلعب اوزو باريكتا. اوكي يلا تلعب اوزو باريكتا. يلا ما احنا قاعدين. مش اوحشك؟ مدينة اوزو باريكتا يلا. حنانة تسألني. اسألي يا حنانة. بدي كيف؟ باريكتا. الحقيقة. تحبي مروان؟ نسيت شكون اكثر واحد غادي غادي توحشي هنا في الاكاديمي؟ اكيد 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 محمد سعد. يلا يلا ليه قلتي لي النهارده انك زعلانه من نفسك عشان في يوم من الايام؟ صح. خلاص يا حبيبي خلاص يا بابا. حيت قلت لك انا بخفي الحال حيت ما عرفتكش كيفاش انتيا حتى الاخر عاد عرفتك شكون انت يا حنان. حتى الاخر عاد يبني يفهم غير حياته. اوكي قولي المغربي وبعد كده قولي ما كيهمني شي حاجه من هنا. شو تفهم فهم حنان اذا بتصوتوا لحنان قولوا المغربي وبعد كده ترجمي بالمصري. يا اخي عم تدي ايدك انت خلاص يا مروان ارسل لك اياها من هون لايدك. كيبقى في الحال حيت كنعرف ناس مزيانين قلبهم بيض حتى الاخر. رافائيل يسالني. لا شو اسألني شو بدك؟ الحقيقة؟ لا تحسي نفسك فاينل؟ تحسي حالك فاينل؟ فاينل في بيتنا. كيف؟ قالي مهضومة. أيوة أنا عامل لنفسي لقب يا حبيبي في البيت. شو بقى؟ أقفل على المواعين؟ أغسل المواعين؟ خلص وأخذ لقب على المواعين؟ أنت إذا بدك تغيري بحالك شغلة وحدة شو بتغيريها؟ بصراحة مناخيه لا اغير حاجه لا اغير حاجه مهمه جدا في نفسي. لا شو هي؟ ان انا ما كنتش بعرف امثل هعرف امثل. ليك بدك تحكي عالم شو بدك تحكي يلا شو بدك بالحكي عشان التمثيل كسب ناس كتير حاجات كتيره وانا عربي. خلص يلا اوكي بس بعد شو انت درستك ايه لحد شو طالع يا محمد ما بقى شنقي انا بجد جميل اطلع شو بطلع شو بطلع 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 بعد قولي غدا بعد قولي غدا دينا رح تسألنا بعد قولي غدا انه دينا بتسألني ليه بتسألني الك لا ولا دينا سأليني شو بقى يا عنيعة دينا سوري حبيبة دينا حبيبة ديالي دينا حبيبة اوه يا مروان لا عن جد فليته عن جد فليته لا لا عيب شوف خليك ايش بقى ايش بقى دينا لا قبل لا يا دينا مروان بحياة امي لما بعتش عني مروان ليك وقف بأرضك احسن ما جرس الله وقف بأرضك انا هيك بأرضك شي طب انا متعصبة دلوقتي سيبني تعال تخبري خبرية طب اوكي هذا خبري سيبني دلوقتي سيبني خبري خبرية انا حبك مثل ما انزعجتي مثل ما انزعجتي عايز انت كمان عادي اذا بتريدي اوكي بتدي على ما تعمل انت بتدي على الدواء تطلع على الاوضه انا إيه؟ كبيت مي عادي خلص كوت انت انا هبله عشان نسيت التليفون عشان ايه نسيت التليفون عادي ما هيك تنسي تليفوني فوق الاوضه عادي عادي ما ضومي عادي اوكي مش محضوره مش محضوره كم مره قلت لك هاي الكلمه ما تقوليها ما تكون جيها يا جماعه خليك شوي رافائيل ما تاكل بعد كف خليك منو يا حبيبي خي حبيبي طلعنا يا محمد طلعنا يا محمد
الطلاب جمعتهم لعبة الصراحة وحنان ورافائيل جمعتهم جلسة دردشة بالحديقة. I love you. عن جد you love me؟ كتير أو شوي؟ كتير. طلع فيها إلا ما تقلي I love you، بحب ما بحب هالكلمة. كنبغيك. كنبغيك بزاف. كنبغيك بزاف. واو ثانك يو. كل بلغة تانية. شتادار. وبحبها بالفرنسي. زيتان. I hate you. لا بطريقة تانية لبنانية مصرية. تحبك. حلوة. مغربية ولبنانية بتفوت بتقطع يعني. بس قال له غلو. بس أنت كلك ما بتقطع. أحبك مرة. حلوة هون، ما هيك؟ شو عم تفكر فيها؟ فيكي. عن جد عم بحكي. شو إيه؟ بشو عم تفكر؟ عم بحكي معك. رافائيل، شو عم تفكر؟ ما خصك. شو؟ ما بيخصك. اللي قلي بليز. بشو عم تفكر؟ ببكرة بالجمعة. إذا رح ترجع أو لا؟ إذا رجعت شو رح تعمل؟ إذا رحت شو رح تعمل؟ إذا رجعت عم بسيط كتير. رح تنبسط إذا رجعت؟ ليه؟ أنا شوف برايمين في نوال، تخيل قد حلو والله العظيم. أول بريك بحلقة الليلة مشاهدينا وبنرجع. عودة لمتابعة حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي. الجائزة كانت 5 دقائق اتصال، أما اللعبة فكانت إيجاد ورقة مخبية بالأكاديمية. أوكي نحن عم نبش على ورقة واللي بيلاقيها بيربح. فكل حدا والشي خاصه بنسيم كلنا بنحبه. تاني مساعدة هي إنه كلنا منتفق عليه. مانيش عارف الجيتار. شي خاصه بنسيم ترادميل يعني. شي لازم يكون خاصه بنسيم. معطر يا نسيم. ما عرفت لجوا يا هايدي بتاعي. بتعرف فوق كنت تخرب. مكسر البيت. قبلك شاطر كان. ولا شيء؟ في شيء ما؟ ممكن يكون هنا على فكرة الورقة. اوكي 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 انا اللي لقيتها. حدك مره انا اللي لقيتها.
كنترول. جرب حظك مرة تانية. مين؟ ألو. أول شيء قولي مين. ألو. ربع مساعدة يعني في أوضة التليفونات. وحياة أمي لخربها لك أخسرها. لا ما فيهاش حاجة. فيها فيها تبيه. لازم لا. حضرتك شو قلت؟ Thank you. حرام مش ممكن شو زبالة يا زبالة أقرب حدا عليه نسيم وأقرب وأبعد حدا عليه أنا كنت هناك يعني بالنص وحيات امه بيع. شرف حدك معي. عم بس ليه؟ لا. ربح. وحيات امه بيع. بلا. خمس دقائق. وحيات امه والله العظيم عم خلص بس خمس دقائق. والله العظيم. سبتكم تجيبوا كل الفرص القادمة. ايه. عارف انا مشكلتي ايه؟ ان انا اما مسكتها من فوق ما لقيتهاش مفتوحه ما اعرفش انا والله العظيم من هون وحيات امي وبيي من هون رايح عليا بخلي سبونج ورق شاي حاططها بعيني يلا مبروك فوت حكيم دلوق تركوا لبكره بقى بعد البرايم كنترول بعد لعبه يلا على سيارك الطلاب رجعوا بعد البرايم عندهم اخبار وحكي كثير وحياة أمي ما تونت أنا تونت ليش؟ لا بغنية كعاصي شو بدك حبيبي؟ شو بدك فوق حبيبي؟ شو بدك يا نقاط فوق؟ قلت لما لاميري رن صوتك رن صوتك انا ما سالته كيف غنيت نزلت صلى بوصل اساتذه قالت لي كلوديا في اتصور معك عم تمزح معك والله العظيم وعيات الله لنصور معك وقالت لي جيب العالم لبنان حبطته هيك وصورنا ماني مستوعب هلا مش مستوعب يعني ما بعرف ليش مش عم تستوعب ما بعرف ليه استوعب يا حبيبي كانت بتحبك يا قلبي استنى كيف رأي شو رأيكم بالتمثيل اليوم؟ واو 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 مروان انت شوف حالك انت عن جد عصبت عارف احلى حاجة انا كان اكلي انت عصبت عن جد بجد ما بدهم هيك كنا بدهم هيك مروان بكره بدفش وبنزل ما انا بس زعلان على شغله وحده انه قد ما في عالم سويس ات ويس ات ويس في طلعت عملت بيرفورمانس اليوم شو بريفورمانس كنت كتير حلو كتير حلو عن جد؟ زلمة رفاير بتموت انت بس تحكي حكي شمال يمين رفاير رفاير طشر حبيب صرت طالع اربع مرات من هنا وراجع ثلاث مرات يعني انت وحنان هلا تعادل نعم انت وحنان تعادل فوتبول جمعة الجمعة خل مسرح ما عم تخيل اطلع ايدي انا وياه واقفين نومينات حس ايدي هيك بتكون واعطيني انا حلعب دوري هيك بقى بحس حس بيصير معي انا ارتجاج بالدماغ من قد ما حد جد ترقص طب سكروا البراد بليز أنا اللي لبى يع وينات أنا وينات القهوة ياي أنت فنان يا نسيم فنان بكل شيء فنان بتمثيلك بغناك بكاريزما تبعك عن جد أنت فنان تب المنزل جبت على الدان ترقص تخلي الجو ولا عان ارقص يلا نتوقف مشاهدينا مع تاني بريك ومنرجع نحن وياكم
هالأسبوع ودعنا دينا من مصر، فشو هي أبرز اللحظات يلي عاشتها دينا بالأكاديمية؟ منتابع سوا. دينا ما عنديش وقت مسافرة مصر النهاردة. بتدلي حقك شوفي دينا دينا تكلمنا ماشي اوكي انا طيرت النهارده يا رب خلي بالك على نفسك بس تقوي ها حبيبي سألت تكلمت عنها كتير تنشيمينو I love you هتوحشت كتير أنا ما متخيل كيف بدي أوعى الصبح مين بدي أحكي مين بدي أطلع يدينا فوق بعد نايمة مش نايمة يعني ما قعدش في كلامك يعني خلاص نحن مش هنتكلم عن اللي بيحصل بقى والفن و عارفة أنت إيه وإحنا عارفين كويس أوي إنك هتخرج من قصة الدنيا كنجمة كاستعراض كغنى ككل حاجة أكيد طبعا أكيد وصلت لمرحلة حلوة جدا هنا بجد كلنا عامة نوصل البرايم 13 وإن حد يخرج فيه ده يعني كأنه وصل للفاينل وأنا عارف إنك أنت هتخرجي تعملي حاجة حلوة وإن شاء الله ربنا يوفقك يعني ما كناش كنهضروا مع بعضياتنا ما كناش كنهضروا آخر فترة عرفت انت قلبك بيض وكتبغي من قلبك والواحد كيبان الواحد اللي قلبه بيض وكيبان الواحد اللي قلبه خايب وانت قلبك بيض كتستاهلي وان شاء الله فاش غتخرجي غادي تلقاي بنت هي فهماني انت جيت نجمه وطلعت نجمه وزياده كمان ان شاء الله تكون لقيت الفرصه واعطيك البرنامج اللي بدك اياه من شهره ومن خبره وما في لزوم لا للزع ولا للبكاء احلى صف بالنسبه لي برضو كل صفوف بس صف هادي عوضه بالنسبه لي كان احلى صف بحس بيه بكياني يعني أشوف اليوم ده أبداً ما عايز أشوفه إلا هيحصل من بعدي في المطبخ انفجارات مواعين فوق بعضها متكومة مفيش غسيل مواعين مفيش نظافة هتلاقوا كورن فليكس مرمي هنا شوكولاتة مرمية هنا معلقة مرمية في الدولاب يلا عدا شباب شايف حياتك شباب نروح في النابلية بالنسبة لي غسيل المواعين كان مش جديد عليا لأني أنا متعودة بغسل مواعين كتير في البيت أو يعني متعودة على النظافة أو متعودة أمثل دور الأم على طول خايفة على أصحابي قلقانة لا أحسن مش عارفة إيه لا النظافة المطبخ ما يبقاش بالمنظر ده فبالنسبة لي كانت متعة بس في نفس الوقت كنت ساعات بيجي عليا أيام ببقى مضغوطة في شغل الأكاديمي إني بظبط أغنيتي أو إن أنا بذاكر مش عارفة إيه أو أنا ببقى جاية تعبانة من تمرين طابلو أو ببقى تعبانة من صفوف فما ببقاش قادرة فبتخانق مع حد مثلا لا قوم نظف ده يومك النهارده انا كنت عامله جدول لغسيل المواعين هيخربوها دلوقتي من بعدي مش هيخسروا مواعين وهيسيبوا الدنيا من دربكه خلاص سيبها لهم اللي مش هيمشي على الجدول ده مش هيحصل له كويس
السبت دينا ومحمد عباس، الحد هايدي ونسيم، الاثنين حنان ورافائيل، الثلاث مابيل وانيس، الاربع مروان وعلي. ايه قبله المطعم ده حتى اقول الاربع مروان وعلي. انا رافائيل اذا بتريدي. ما 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 رافائيل وحنان. لا مين ده اذا بتريدي؟ انا ورافائيل. انت معك مرت الماضي انا ورافائيل جلينا. ايه خلاص هذاك المره فتح. اوكي علي هيجني معك. انا ورافائيل. لا رافائيل مع حنان. انا اخترت انت وعلي. أسلم اللقب من بعدي بتاع ملكة البشاعة؟ لا ما فيش بشاعتي بصراحة، بس ممكن أسلمه لبنت بلدي مثلا هايدي أو حنان، أي حد فيهم هما الاثنين. أوكي مش هيجوا ببشاعتي، بس يلا ممكن أسلمها لهم. واحدة فيهم أكيد، ما فيش غير بنتين بس. مع سبعة يعني العدد 27 من 40 30 بخرب بيت 40 احنا 4 والوصيفه الثانيه وصلنا انه الوصيفه الثانيه هي لا الاولى. طبعا احنا لو قلنا الوصيفه الاولى يبقى احنا بنعرف ملكه الجمال ان هي ملك الجمال، فبالتالي احنا هنبدا بملكه الجمال عشان الوصيفه الاولى طبعا بعدها تبقى عارفه ان هي الوصيفه الاولى. ملكه الجمال اخذت 8 10 10 يعني المجموع 36 من 40 ده باكتساح باكتساح. مين؟ إذا فملكة جمال الأكاديمي لموسم 2015-2016 دينا عدنان. ده ظلم يا شكرا شكرا يا استاذ والله. هايدي كمان منا اليك. ميرسي يا استاذ والله ما تحرم منك يا رب. يا اخي يا رب ما شفتش. تعالى تعالى يا وادي حلو، انت تصور معايا باللقب. تعالى هوريكوا يا وحوش. اخر بريك مشاهدينا بحلقة الليلة، وبنرجع لنتابع احلى لحظات عاشتهم دينا بالاكاديمية. منتابع أخبار الطلاب مرة جديدة، منرجع لأحلى الأوقات اللي قضتهم دينا من مصر بالأكاديمية. أقول لأمي يا رب أكون حققت لك حلمك أني أنا أجي ستار أكاديمي. أنت تمنيتي أن أنا تشوفيني مكان أي طالب أو طالبة في ستار أكاديمي. يا رب أكون حققت لك الحلم اللي أنت حباه، وأكون شرفتك وشرفت بلدي وشرفت كل الناس اللي وقفت جنبي ودعمتني، وأقول لك شكرا يا أحلى أم، وربنا يخليكي ليا بجد. شكرا على تعبك معايا، ويا رب عوضك كل تعبك ده راحة، وأنت تاك فوق راسي، وأحلى أم في الدنيا دي شفتها في حياتي. أنا جاي هنا عشان أحقق حلمي ده مبدئيا. ثانيا أنا جاي هنا عشان خاطر ماما أحقق لها حلمها برضو، لأن كانت نفسها أن أنا أظهر على التلفزيون. حصل مشاكل كتير قوي بسبب الموضوع ده، بس أنا تحديت كله وجيت عشان خاطر ماما. هيوحشني مروان، كله على بعضه هيوحشني. هيوحشني جدعنته وقفته جنبي، هيوحشني كل حاجة فيها، هيوحشني صوته، هيوحشني البيانو اللي بيدق عليه، هيوحشني مروان جدا، هيوحشني لما بيجي يقول لي قومي من النوم ما تناميش، هيوحشني لما بيقول لي تحب ضحكتك، هيوحشني لما بيقول لي مش عايزك حزينه، هيوحشني لما بيقول لي ضحكتك كلها بتضحك الاكاديمي، هيوحشني كل حاجه في مروان. يمكن انت سبور بالتفكير، وبتمزحي بوقت المو كتير، بتمزحي وخلص الاوفر في مطرح تتقال في تونس. خلص هون وقفي مزح وقفي مزح. اظبطي نفسك احسن ما اظبطك. احسن اظبطك يا اخي. قول لها تمسى، قول لمي نفسك يا مروان. دينا لمي نفسك يا مروان. السلام
ونص وعندي فوكاليز اليوم. كومي. أكيد هشتغلهم كله. بس قولهم هتوحشوني كتير. أوعدكم إن شاء الله لما أطلع من الأكاديمي هعمل حاجة تشرفكم. هعمل حاجة تكسر بيها الدنيا. هفضل دينا اللي هي دينا بتواضعها بحنيتها بأمومتها بأخويتها بجدعنتها بنت البلد بنت النيل. أكيد أحلى لقب خدته في حياتي إن أنا بنت النيل. بوعدكم بجد إن أنا هعمل حاجة تكونوا فخورين بيها وأشرفكم بيها. وبحبكم قوي بجد على قد محبتكم ليا. أحلى فانز ماكي في الدنيا. قلبكم طيب زي قلبي. ونقيين من جوه زيي. بحبكم كتير قوي. وقلبك قلبك يقبرني يقبرني قلبك قلبك يقبرني يقبر يقبر ينزل على القبر ويحفر. بحبكم. هودي كانوا أخبارنا لليلة. أنا بودعكم وبلاقيكم بكرة بحلقة جديدة. باي باي. وتنيناتنا بهالوقت كنا بلا وعي عرفنا شو حكي قلوبنا من التكتك لا هي حكتني ولا طلع مني حكي. ما الطماطم السلطة بتتخلط إزاي؟ يا ورد كيف تمني الوصال حرمتني وديش عدروب الهوى مرجحتني
موتني تسمحت لي اقطف قمر من بعد ما مديت ايدي راحتني يا ورد يا وردي يا بويا يا بويا يا ابا رو رو رو